وظروف عملي أحيانا يضيق الوقت، أو أجد حاجة في أن أقطع عملي وأقوم لأداء الصلاة، فأنوي أداء الظهر مع العصر وأنا غير مسافر، فهل يصح هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وبعد. إن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة لمصلحتنا، وينبغي على المرء أن يسعى بالمحافظة على أدائها في أوقاتها. يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. استثناهم مولى سبحانه وتعالى من أفراد البشر الموصوفين بالهلع الذي يبالغ في الجزع ويكثر منه إذا أصيب بمرض أو فقر أو نحو ذلك. استثنى الله تعالى المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة الافتراس بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. ومن فضل الله تعالى أنه وسع في أوقات الصلاة، وأداؤها لا يستغرق إلا دقائق محددة من جملة ساعات النهار. وليعلم المسلم أن إقباله على الله والالتزام بشرعه ومراعاة عبادته لا ينقص من رزقه شيئا، بل يزيد بركة الطاعة. يقول تعالى في شأن من نورت قلوبهم بالإيمان ومن يعمرون بيوت الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويرى فريق من الفقهاء جواز الجمع بين الصلاتين في غير السفر، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا. وفي رواية: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. في رواية: غير خوف ولا سفر. وهو لابن سيرين وربيعة وغيرهما، أي أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يشق على أمته ويثقل عليهم، فقاصد إلى التخفيف عنه. أي أن جمهور الفقهاء يمنع ذلك، فعندهم لا يجوز الجمع لغير عذر. وأولى بعضهم الحديث بأن الجمع كان جمعا صوريا، لأن يكون أخر المصطفى صلى الله عليه وسلم الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. ويؤكد ذلك أن الجمع في الحديث صوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس راوي الحديث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. ولا يجوز مخالفة أحاديث المواقيت إلا بصريح، والذي نختاره ورأي الجمهور للمحافظة على أوقات الصلاة وأدائها في أوقاتها وفق ما بين صلى الله عليه وسلم. والجمع الصوري فسحة لمن أراد وعنده ضيق وقت في عمله كما عند صاحب السؤال. هذا وبالله التوفيق.